تعرف شنو عيبك؟ انت عز صديق عندي، بس شنو عيبك؟ تعرف شنو عيبك؟ انت دمك مخلوط، طبقه مخمليه وكادحه، مو فاهم يعني التغدى لابستر وكينج كراب وتعشى شاورما، عارف جوك. تسكن فندق مو اي احد يسكنه، وتقوم 6 الصبح تدور الجريده وطالع شنو منزلين شنو مو منزلين. دم موظف مع دم هذه عشق صحافه عشق. زين قاعده من الصبح بالاجازه، حد قاعد 6 الصبح بالاجازه استمتع بالمنظر. اي استمتع زين. طبقه هذا دم ما طبقه كادحه. لا هذا استمتاع. شوف الاخبار، شوف الجريده سووا امس، شوف زين 6 الصبح عاد ما اطلع جريده 6 الصبح. اليوم 7 7 يعني متواضع اليوم. اليوم شوي خربت شوي. الحين رايحين مصنع الشالات والكشمير والشمغ مال زينيا. امس وايد طلبوا مني رقم لورنزو، يشتروا منه قطعه قطعتين، واللي يبون رقمه عشان يصير لهم قايد. لورنزو هاي سيارته، مخليه بورش كاريرا، يسوق معانا. امس يسوق سيارتنا لان سيارته تو سيت واحنا ثلاثه، فقلت له امش معانا سيارتنا وانا ما احب اسوق، وهو يدل. قلت له سوق. هاي لورنزو. السلام عليكم. عليكم السلام. هاو ار يو؟ هذا يوزع كل الخليج. اهلا بك. اهلا بك. جود مورنينج. جود مورنينج. هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ فاين. فاين. ثانك يو. الحمد لله. ثانك يو. الحمد لله. الحمد لله. جود مورنينج. توه جاي من اجازه بيخته مده شهر، يخته 65 قدم قيمته ما ادري كم مليون، وبعض المتابعين يبون يمشيهم ويدليهم يصير لهم قاعد. اللي يعرفون بالاخوت يخته اتزيموت 60 قدم حاطه باليونان. هذا مصنع شالات الكشمير، للحين مقهور من واحد المتابعين قال لي ان الشالات هذه زينيا مو مصنوعة بإيطاليا. الحين نشوف مصنوعة بإيطاليا ولا لا. قلت له عيل وين مصنوعة؟ شنو قصتها؟ كان يضحك، قال بعدين أقول لك، بعدين أقول لك إذا تلاقيت معاه. بعض الناس سبحان الله يعني لا تعليق. شوفوا هذا شال زينيا، هذه الماركة كاهن. يس 100% كشمير. After the we already woven this extra color. This is a new color. Okay. You see this yarn? Yes. After there is a machine, it will cut this yarn, and you will have here no yarn. And this is necessary to make the design. المصنع نفسه خاص بالشالات بالكشمير. شوفوا يصنع حتى حق كريستيان ديور. وهذا بعد البي نفس الشيء صنع له المصنع. هذا مصنع خاص بالكشمير، صنع لصالح الماركات العالمية كلها. هني ضبط الجودة. هذا الشماغ هني عاد تشطيب النهائي، يشوفون شنو فيه مشاكل شنو ما فيه مشاكل. هذا اللون الأبيض. After the weaving, we make first inspection. Okay. هذا من أجمل الشالات اللي لبستها بحياتي. جميل 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 جدا. وهذا الشال بالنقشات العادية، بس هذا شوف شلون قبل لا يخلصون منه. وفي أشياء اللي براندات لشركات ثانية ما اسمحوا لي اصورها لان ما نزلت، راح تنزل بعد 6 شهور. وهذا بعد شمال نيو ايديا. يس فكره جديده. وهذا علامه زينيا مكتوبه هنا بي كولر. اوكي لونين. هذا الحين بعد التصنيع النهائي. هذا شالات زينيا. This is new. New idea. Yeah. Printed. Printed. These are printed. Okay. Jacquard woven. Embroider. هذا ودي اعرف او اتذكر او يرجع لي هذا اللي قال لي ما يصنعونهم بايطاليا، انا اعرف السر. يا اخي في ناس سبحان الله تسولف كل شيء، اللي فاهم فيه واللي مو فاهم فيه، وناس الاصل عندها التشكيك. يا جماعه هذا خفيف، حطيته لكم بالميزان. How many grams this؟
This is quite light. We don't know. The gram goes by piece, so we don't. هذه الحين الثلاثة مطبوعة ترى طباعة، بس شوفوا الطباعة كنا خيط، شيء مو طبيعي صراحة. شوفوا الطباعة شلون. للحين أنا ماني مصدق إن طباعة، بس هو يقول طباعة وهذا خيط. هذا مخيط الأحمر، هذا جميل جدا. شوفوا شلون لمعته وشلون يعني دقته. هذا البست اشتري طاف آخر اشته وما كملت فيه. عسى الله يبلغنا اشتى هذا نتمتع فيه. وايد حلو ملبسه وملمسه، وكل من يشوفه صراحة كل ما ألبسه أصور بسناب يسألون شنو الشال مالك. هذا هو زينيا، وهذا السادة مطرز. هذا شوفوا التطريز، الاسم بس الاسم تطريز وهو سادة، اي منه ألوان. وشوفوا شلون نظافة التطريز. هذا من ورا ها، وهذا بعد هم يعني مخيط داخله. هذا مخيط داخله. هذيل الثلاثة مخيطين، نكشة مخيطة معاهم. وهذيل الثلاثة طبعا في ألوان أكثر، بس هذيل طباعة برنتد. وهذا تطريز بس سادة، هم سادة من ألوان. مصنع الأقمشة اللي أمس صورته زينية، شفت كراتين جاهزة للشحن. بعض الناس يقولون اللي في الخليج مو صحيح ومو إيطالي. شفت اسم المورد في الخليج، يعني الشحنة طالعة له، فما أقدر أصور، مو من حقي، لكن هذا شيء أنا شفته بعيني وأنا أشهد عليه. What? Hello to everybody. Yes, hello. You are here with Abu Shumaga. هذا اللي وريتكم إياه، وهذا أحمر بعد بس نفس هذيل مطبوع طباعة. هذا يبين شوي في ملمس، يعني ما يبين شيء، سادة. الأسبوع الجاي راح يصنعون كشمير بيكونة أفخر طبعا من هذا، وطبعا راح تكون مختلفة غير خصيصا للخليج. راح ينزلونه منتصف أكتوبر تقريبا. وهذا شماغ زينيا، هذا البراند، العلامة واضحة. هذا الشماغ الوحيد المصنوع بإيطاليا. أنا أحب النكشة السادة هذه الكلاسيك، إذا تلاحظون نادر ألبس شماغ غير النكشة هذه. وهذا قطن، الخيوط اللي فيه قطن مصري من أجود أنواع القطن، يقول قطن الجيزة. وهذا الليبل ضايفين جديد عليه، ولا حد يقول لي بعد مو مصنوع بإيطاليا، هذا احنا بالمصنع. بس يقول لي الخط الإنتاج مال الشماغ يبدأ الأسبوع الجاي. تدرون المصانع هذه تصنع أكثر من شيء، فخط الإنتاج مال الشماغ يبدأ الأسبوع الجاي، لذلك ما أقدر أصوره بالماكينة، لكن يابولي عينة من عندهم من نفس الشماغ اللي عندنا الخليج من زينيا. لون أتصور مظلوم، ناصع البياض، أحمر عادي مو غامج، لمعته حلوة، فجميل جدا. What size is this? I'll take it. 52. بغيت أخذه بس راح علي 52. ما عندهم عينات، بالغصب طلعوا لي حبة واحدة. ترى الناس أذواق، بس أنا ما أحب الموديلات يعني اللي فيها وايد، أحب الستاندر دائما، حتى تشاديشي حتى كل شيء. هذا من شوفوا شلون تشطيب ماله، شوفوا الفينيشينج. هذا من يعني الشمغ اللي أول مرة أشوف يكون الأرضية مالته قطن والخيط ماله قطن، بس يقول لي يعني السماكة غير مالت الخيط هذا، غير عن سماكة الخيط هذا. أنا سأل قبل محل شمغ، قال لي إحنا نسوي قطن 100% بس الخيط هذا، يقول لي هذا ما يصير قطن، يصير بوليستر. هذا قطن 100% الاثنين. قاعد نتكلم مع صاحب المصنع عن الكشمير وطريقة الغسيل، يقول غسيل دراي كلين. دراي كلين، الدراي كلين أسهل شيء، ما تعور راسك، دراي كلين وخلاص توديه المغسلة. لكن اللي يبي يغسل بالبيت يقول لازم تغسله بعناية شديدة، تغسله بصابون طبيعي أو شامبو أطفال مثل جونسون وغيره.
بعدين لما تشره عشان ينشف ما تعلقه على شيء، عشان إذا علقته راح يتمغط الثقل ماله وبيصير يعني مو مربع. فقلنا الطريقة الأولى غسيل دراي كلين. الطريقة الثانية إذا ما تبي دراي كلين تغسله بشامبو بعناية خفيفة وبعدين تنشره وهو مربع على الأرض أو على فوطة منشفة، تحطه بالطريقة هذه تفرشه وتحت فوطة، مو السماغ هذا، أنا أتكلم عن الكشمير بشكل عام. الكشمير ترى يشمل الشالات هذه ويشمل أي ملابس كشمير. هذه الطريقة المثلى لغسيلها حسب كلام المصنع، شامبو طبيعي أو صابون طبيعي أو شامبو أطفال وبعناية خفيفة، ما تعصره عشان ينشف. لما تخلص تنشره بشكل مربع على الطاولة أو على الأرض مباشرة أو على أي فوطة أو شيء ثاني، وتخلي له باكر ينشف. لورينزو، somebody wants your number to be tour guide for them. I am very very sorry but I don't do. You'll take good money maybe 50 euro 60 euro. هذا متر الخام، متر الأقمشة اللي بيعها أكثر من قيمة المتر واحد، أكثر من قيمة اللي يأخذ تور جايد يمكن أسبوع. إحنا في لوغانو نتعشى هني ونرجع إن شاء الله كومو. إذا أحد عنده توصيات مطاعم ما نستغرب. أخيرا شفتها، بس على الأقل شفناها مو للبيع، عارضينها عرض. اللي يعرف وين حصل هذيل يضبطنا. محمود ايش رايك بلوغانو، تسوى واحد عنالها؟ والله لحد الان نعم، انا اشوفها مثل كومو، مثل لا فيها حيويه، فيها حركه، بس اكبر من كومو. كومو اكبر، البحيره اكبر، بس مدينتها دي مدينتها صغيره هذيك. ايه؟ هذه مدينتها اكبر شكليا وفيها وايد من جنيف. ايه بس عاد ما تسوى العنوه، تسوى واحد عنالها. اي انا يسوى واحد اسكن فيها ليلتين. ليلتين بعد؟ اي. زين رايي وين مثل بنتعشى؟ هذه المعضله الكبرى. ما ندري، دورنا مطاعم بالهذا بجوجل ما حصلنا شيء، ظاهر برد هناك كومو نتعشى. المهم انا من وجهه نظري شفتها مره واحده، في وايد بحيرات صراحه باوروبا متشابهه، هذه واحده منها من وجهة نظري. المدينة صغيرة يعني أكبر من، طبعا هذه تعتبر قرية كومو تقريبا بالنسبة لها، بس زين فيها براندات، فيها شغلات يعني على قولت أبو محمود ليلة ليلتين حلوة. طبعا بالدخول سويسرا ما حد سألنا عن شيء، حطينا ستيكر بس مع الخط السريع، على مخطوط سريعة ودخلنا. و أشوف الإجراءات هني أسهل، ما حد يسأل عن تطعيم، ما حد لابس كمام برا، بإيطاليا حتى بالشارع يبسون كمامات. أحتر لما أشوف سيارات كهربائية، قام صنعون بورشات كهربائية، أحس إن هذيل المقصود فيهم إن يستغنون عن نفطنا. يلا استعراض. ورجعنا كوم. هذه البحيرة وهذا فندقنا، باكر أسولف لكم عنه إن شاء الله. الفندق هذا مثل ما قلت لكم كان قصر، باكر أخذ لفة فيه. هذا الفندق كان قصر وحوله فندق مطل مباشرة على البحيرة. اليوم آخر ليلة لنا بكومو، ورجعنا حق هاريز بار، نبي شيء مضمون. وصراحة أكله كان لذيذ ذاك اليوم، طاعوا فولي بوكت. إيه بس حاجزين إحنا. وهذه طاولتنا وهذا طلب. نو نيد ثانك يو. رافيولي بالداخل روكوتا تشيز وبالزعفران. عاد امس ذاك اليوم لما عزمنا يسولف يقول زعفران ايطالي، ضحكت عليه طلع صدق زعفران ايطالي.
قال في زعفران بإيطاليا بس قليل تضحك ها يا المجرم. خلي خلص صرفته. قال له ما عندي عبالي إيه عبالي قاعد يطنس طلع صدق في زعفران إيطالي بس يقول قليل. وهذا الطبق الثاني فيل كاتليت اللي هو ريش العجل. صراحة المصري هذا مبدع. هذا اسم المطعم هارز بار.